بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ولا تخسر الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويلقى وجه ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك.
يكذب
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيه
فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء